تفوز ثمين حققه المنتخب الاولمبي. الف 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 مبروك لمصر وليهم، وان شاء الله من نجاح لنجاح. بجدد التحيه باستاذ عمرو الدرديري. استاذ عمرو، خلينا بقى نروح لطوكيو. ان شاء الله النجاح يستمر. ايه الاخبار؟ حضرتك شايف الموقف ازاي؟ ودايما يعني بيتقال انه في ثلاثه هيكونوا موجودين من الكبار من المنتخب الاول، سيضافوا للمنتخب تحت 23 سنه. حقيقي لائحه مين غير محمد صلاح طبعا؟ لائحه البطوله دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو، اللائحه بشكل عام بتتيح انضمام ثلاث لعيبه من المنتخب الاول المحترفين الى الفريق 23 سنه عشان المسابقه تبقى قويه، مسابقه في بطوله طوكيو. البطوله طبعا كلنا عارفين طوكيو قويه جدا. احنا سنه 64 لعبنا في طوكيو في الدوره الاولمبيه اللي نظمتها طوكيو سنه 64، راجعين تاني لطوكيو بعد تقريبا 56 عام. المره دي احنا في طوكيو 64 حققنا مركز رابع على مستوى العالم. كان الكابتن مصطفى رياض لاعب الترسانه الكبير جدا، خد لقب هداف الدوره برصيد 6 اهداف. واحنا لعبنا منتخبات قويه جدا، منها البرازيل كان بطل العالم ايامها، ولعبنا منتخبات عتيده جدا وقدرنا نكسب في مباراه قويه جدا وخدنا مركز رابع، وكنا قاب قوسين نرجع بميداليه. ان شاء الله الهدف المره دي بقى ان احنا لما نرجع طوكيو بعد 56 عام لا مش هنكتفي بالمركز الرابع، لا احنا عايزين ميداليه باذن الله، نعود بميداليه لتكون اول ميداليه في تاريخ كره القدم المصريه، ميداليه اولمبيه هتكون اول ميداليه اذا ان شاء الله اتحققت. في تخطيط كبير جدا، في هدف، في شغل بيتعمل ان احنا ازاي نكسب ميداليه اولمبيه. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان في ثلاث لعيبه هيتم اضافتهم لهذا المنتخب، طبعا على راسهم محمد صلاح، لكن الكلام سابق لاوانه، لسه في وقت، لسه قايمه ما اتبعتش. الناس اختارت من دلوقتي وعامل التشكيله. الناس طبعا رمضان صبحي هيكمل لانه هيتم 24 سنه السنة الجاية إن شاء الله. إيه الموقف بقى؟ لا، لائحة البطولة بتتيح إن طالما دخلت التصفيات وكنت أقل من 23، لائحة البطولة بتتيح له إنه يشارك، فهو هيشارك مع فرقته عادي. رمضان صبحي مكمل مع الفريق، لكن هي الفكرة في إضافة ثلاث عناصر جديدة من المنتخب الأول بإذن الله تضيف للفريق. الفكرة أنا يمكن اتكلمت واتناقشت مع الكابتن شوقي غريب، كان كل كلامه عن إني أنا مش هختار مين اللعيبه، هشوف مين موافق يدخل منتخب اولمبي. أيوة. ومين هيفيدني في المراكز اللي انا ناقصاني. فالكلام سابق لاوانه، ان شاء الله اعتقد ان محمد صلاح هيكون واحد من دول، لان محمد صلاح فخر مصر وفخر العرب. لاعب كبير جدا، افضل لاعب في تاريخ مصر من حسين حجازي الى الان، فبالتالي وجوده انا شايفه وجود مهم. اما الباقيين فلسه في فرصه لاختيار مين اللي هيكمل ومين هيشارك في ان شاء الله في اولمبياد طوكيو. ان شاء الله كل التوفيق ليهم يا رب. الحديث عن النجاح ده عايز وقت كتير جدا، وان شاء الله نعمل حوار تاني عنه، لان طبعا دي فرحه كبيره وفرحه بتنعكس على كل المجالات زي ما قلنا، مش بس على المجال الرياضي، ده بيعكس ان في امن واستقرار، ان مصر قادره على تنظيم محافل رياضيه واخرى اقتصاديه وسياسيه كبرى تستضيف كل الجنسيات من مختلف أنحاء العالم على أرضها كعادتها دايما، بلد الأمن والأمان. ألف مبروك مرة تانية، وبشكرك أستاذ عمرو الدرديري النقد الرياضي بالأهرام. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.